من سنن العشر الأواخر الاعتكاف. اذهب يا عبد الله جل وعلا وامكث في بيت الله جل وعلا، انوي بكل دخول أن تدخله المسجد أن تكون معتكفا تخلو بعبادة الله جل وعلا. وأنصحك نصيحة أخوية، لا تدخل الجوال معك ولا تأخذ أحدا من الناس معك، واخلو بكلام الله جل وعلا، واخلو بذكر الله جل وعلا. على الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الأنس بذكره والأنس بتلاوة كتابه.